روح هلا. ما فيني. بلال تعا معي. لوين بدي روح؟ تركني هون. خليه لحالهم شوي، هذا رأيي، هن بيفهموا على بعضهم. تعا نروح من هون. اصلا وجودي صار مثل قلته. أنا بعرف كل شيء من فوتون. حكيت لك كيف عم يخلص علي، ما؟ يا ريت ما سمعت لا منه ولا منه. أنا الغبي، كان لازم أدفن هالسر جواتي وخلص، ما لازم إلا. خلص صار يا ليسا، المهم أنت ما تصرفت بقلة أدب مثل ما قالت لي فوتون. طبعا حتى مشان عائشة رح تفهم عليك بعدين. بهالموضوع إذا في حدا لازم يخجل على حاله هو عدنان. بعرف إنك مزعوجة، عندك حق، أصلاً هي ما كان لازم تقبل بهالشي. بس هي كمان مو غلطانة كتير، تذكري إنه نيبال هي الوحيدة اللي كانت عم تحميكي لما الناس تخلوا عنكم. بالعادة الإخوة دايماً بيعملوا مع بعض مثل هيك شغلات. بدك تلغيها من حياتك؟ ما تطلعي بوشها مرة تانية؟ أصلاً ما حدا عم يطلع بوشها. إذا عملتي مثلهم شو بتكوني فرقتي عنهم؟ بلال ما له ذنب بالموضوع. أنا اللي قلت له يروح لعندك ويخبرك بكل شيء. قال لي بجوز عائشة تتركني. قلت له بتحبها لدرجة تقبل إنها تروح منك؟ قال لي إيه. أنا عرفت من وقتها قديش بلال بحبك. بعرف قلبك عم يوجعك، بس إذا اتهمتي نبال وطالعتي بلال من حياتك رح تكوني وحيدة.